أعلن أحمد نجيب الشابي رئيس حزب الأمل في تونس الشروع في تشكيل جبهة الخلاص الوطني التي تدعمها حتى الآن 10 قوى سياسية، منها أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتونس الإرادة. وقال الشابي إن الإعلان عن هيئة تسييرية من الداعمين للجبهة هو لاستكمال المشاورات والاستعداد لتحقيق الأهداف المرسومة لها. 10 قوى سياسية ومدنية تدعم تشكيل جبهة سياسية معارضة للرئيس سعيد، جبهة يقول عنها السياسي أحمد نجيب الشابي إن الهدف من إطلاقها هو إنقاذ البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي الذي تغرق فيه عبر إطلاق حوار وطني ينتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. احنا في جبهة الخلاص الوطني نعتبر أن من مقتضيات خروج تونس من المحنة اللي هي فيها هو أن تتشكل حكومة إنقاذ وطني على أساس برنامج إنقاذ فعلي. لا تسعى الجبهة بحسب الشاب إلى العودة إلى ما قبل 25 من يوليو، لكنها تسعى للمحافظة على المؤسسة التشريعية مع تكليفها بمهام واضحة ومحددة، مبادرة يقول أطرافها إنها ستؤسس لبناء بديل ديمقراطي وديمقراطية مستدامة يعطيان الأولوية لإنقاذ الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة. عم مبادرة الأستاذ نجيب الشابي لتكوين جبهة وطنية للخلاص الوطني، وهذا عبرنا عليه في لقائنا معاها عندما جاء وشرح لنا المبادرة دي، ونحن الآن جزء من الهيئة التسييرية التي ستستكمل المشاورات مع بقية الأطراف. يدعم الجبهة حتى الآن أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، وكانت تمثل حزاما سياسيا لحكومة هشام المشيشي قبل 25 من يوليو، بالإضافة إلى حزب تونس الإرادة وحزب الأمل، لكن هذه التركيبة الحزبية قد تحد من نجاعة هذه الجبهة إذا لم تتمكن من الانفتاح على عائلات سياسية أخرى. هذه مهمة جدا، لكن لابد أن تنفتح على أكثر، على أطراف من العائلتين الذين حضورهم ضعيف فيها، أي العائلة اليسارية الاجتماعية وعائلة الدستورية. لابد من إيجاد حل للانفتاح على المعتدلين من هذا التيار. حملت الجبهة عناوين عريضة تعارض الانقلاب وتقترح بديلا لإنهائه والتأسيس لجديد تشاركي وجامع، أهداف سيحدد مصيرها مدى قدرتها على جمع أكبر عدد ممكن من المعارضين للرئيس، وهو ما سيعطيها بحسب المتابعين ثقلا سياسيا أكبر وزخما أكثر في الشارع. جبهة سياسية جديدة معارضة للرئيس سعيد أعلنت عنها مجموعة من الأحزاب والمنظمات بأهداف يقولون أنها كفيلة بإنهاء الأزمة في البلاد، توجه يتوقع كثيرون أن يكون بداية لتوحيد كل الأصوات الرافضة لمسار 25 من يوليو. علي القاسمي، العربي، تونس. قالت منظمة أنا يقظ التونسية في بيان إن التنقيحات التي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير دستورية، وفيها مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور. وطلبت المنظمة الرئيس سعيد بإلغاء الاستفتاء المقرر في 25 من يوليو القادم. كما دعت المنظمة مكونات المجتمع المدني لاتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من مسألة مقاطعة الاستفتاء وإحباط كل ما يهدف إلى التغيير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي بحسب البيان. قالت شبكة مراقبون إنه ليس ضروريا تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية في تونس، لما سيترتب على ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمته وقبول نتائج الاستحقاق الانتخابي المقبل. وذكر بيان للشبكة أن تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما أمر مخالف للمعايير الدولية، ويثير مخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء. كما انتقدت الشبكة المرسومة 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، هل من المتوقع أن تنضم مكونات أخرى إلى جبهة الخلاص؟ وهل هناك ردود فعل أو تعليق من جانب الرئاسة التونسية؟ نعم ريما، وهذا أبرز التحديات التي ستوضع أمام جبهة الخلاص الوطني أو أمام مشروع جبهة الخلاص الوطني، بمعنى أننا أمام جبهة هي بصدد التشكل لكن لم تتشكل بعد. أحمد نجيب الشابي الشخصية الأبرز في هذه الجبهة، ويمكن القول بأنه مؤسسها، قال اليوم أن هذه الجبهة هي بصدد التشكل، هناك مشاورات إضافية، وأن الأطراف التي أعلنت عن التحاقها بهذه الجبهة هي نواة لجبهة الخلاص الوطني 5+5 كما ورد على لسان أحمد نجيب الشابي، 5 أحزاب سياسية لعل أبرزها ثلاثي الائتلاف الحاكم قبل تاريخ 25 من يوليو الماضي، حركة النهضة، قلب تونس، وائتلاف الكرامة، فضلا عن 5 أطراف مدنية لعل من أبرزها كذلك مواطنون ضد الانقلاب، اللقاء الوطني للإنقاذ، وتوانسة من أجل الديمقراطية، بالإضافة إلى نواب في البرلمان المنحل وشخصيات وطنية. إذن على رأس قائمة أو على رأس خطة الجبهة الوطنية للخلاص أو مشروع الجبهة الوطنية للخلاص مؤتمر وطني للحوار وتشكيل حكومة إنقاذ تنال شرعيتها من البرلمان المنحل. في العموم ريما، هناك 3 تحديات أساسا أمام هذا المشروع، أمام مشروع جبهة الخلاص الوطني. التحدي الأول هو الموائمة بين ما تطالب به هذه الجبهة من استعادة لأشغال البرلمان المنحل، ومع دعواتها من في جانب آخر دعواتها إلى عدم العودة إلى مشهد ما قبل تاريخ 25 من يوليو الماضي بما فيه من هنات وخلافات. التحدي الثاني هو عامل الوقت، خاصة والرئيس قيس سعيد ماض قدما في تنفيذ مشروعه من خلال خطوات عملية. والتحدي الثالث كما قلت في بداية هذه المداخلة هو إحداث اختراق بالمعنى الإيجابي في صفوف الأطراف السياسية التي لا يبدو أنها مستعدة الآن على الأقل للالتحاق بجبهة الخلاص الوطني، للالتحاق بهذا المشروع. هي أطراف سياسية معارضة للرئيس قيس سعيد لكنها ترفض العمل المشترك مع حركة النهضة، أو هي أطراف مؤيدة للرئيس لكن بدأ صوتها يأخذ لونا مختلفا في علاقة بتوجهاته، خاصة الأخيرة منها. شكرا جزيلا لك خليل كلاعي من تونس.